والغلاف من بناء استيطان من الاستمرار في بناء الجدار. أولا تثبيت مبدأ العمل الجماعي والعمل بشكل يعني بمشاركة كل الفعاليات ورجال الاقتصاد ورؤساء الجامعات من أجل النهوض بواقعنا الاقتصادي. هذه يعني مسألة في غاية الأهمية. من هنا جاءت فكرة تأسيس هذا المجلس الاستشاري، علما بأن يعني هناك كان لجان خلال الفترة السابقة كنا نستمع إلى ملاحظاتها وإلى يعني أفكارها، ويعني مبدأ العمل الجماعي موجود خلال الفترة السابقة، لكن يعني تشكيل المجلس بالتأكيد سيكون له تأثير أكثر إيجابية لسماع الملاحظات من أجل تحقيق التنمية في كل المجالات، في مقدمتها المجال الاقتصادي، كون هذه المحافظة نسبة البطالة فيها هي الأعلى من بين محافظات الضفة الغربية، حتى نفكر بشكل يعني جماعي من أجل النهوض بواقعنا الاقتصادي، وأيضا من أجل تحقيق التنمية في كل المجالات وفي كل القطاعات، بالصحة والتعليم والشأن الاجتماعي وكل التفاصيل المتعلقة بحياة المواطن الفلسطيني، حتى نوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة لهذا المواطن. ونحن نتحدث عن مقاومة شعبية سلمية لهذا الاحتلال الذي يستمر بإجراءاته القمعية والتعسفية، علينا أن نبحث عن كل ما هو في صالح هذا المواطن من أجل تعزيز صموده ومن أجل مواجهة كل المصاعب المستقبلية، حتى نصل بهذا المواطن إن شاء الله بكل الإمكانيات المتاحة إلى حياة حرة وكريمة بعيدة عن مآسي هذا الاحتلال وبعيدة عن كل هذا القهر الذي يمارس على شعبنا. ماذا عن استضافة شخصيات من الخارج للاستثمار؟ يعني هناك تفكير جدي وهناك قرار أخذ من أجل عقد مؤتمر استثمار خاص بمحافظة طول كرم. سيشارك في هذا المؤتمر إن شاء الله ما لا يقل عن 150 شخصية فلسطينية تعيش في الخارج، معظمهم في دولة الأردن الشقيق، لديهم إمكانيات على الصعيد الاقتصادي، وسنقوم بالتحضير لهذا المؤتمر بشكل جدي من أجل تحضير مشاريع لمشاركة أبنائنا خارج الوطن مع رجال أعمال في داخل محافظة طول كرم أو في داخل الوطن فلسطين، حتى يعني يمارس أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون خارج الوطن انتمائهم بالمساهمة بتقديم يعني مشاريع لها عوائد على استثماراتهم، وبنفس الوقت أيضا لها مردود إيجابي في تطوير الحالة الاقتصادية في هذه المحافظة، حتى نوفر فرص عمل لهذا المواطن الذي يبحث عن عمل بلا جدوى. ونجد الكثير من العائلات لا يوجد لديها الحد الأدنى من الإمكانيات لمواصلة هذه الحياة.